هلا انتم بالاتفاق مشهورين انه اللاعبين العرب كثير بتحبوه من زمان، ليس من جديد. هل ما زالت هذه الفكره موجوده ام انه اللاعب العربي ارخص؟ لا لا، مو صحيح انه ارخص. انا ابو كرم انت لا ارخص. انا بعطيك مثال. اليوم انا عندي 3 لعيبه عرب، رايس ومبولحي وحسين السيد. رايس مش من احد من افضل الحراس الموجودين في العالم العربي، صحيح. فخر الدين بن يوسف ما شرف العرب في كاس العالم. حسين سيد نجم واحد في الأهلي المصري ومنتخب مصر. لا تعتقد أنهم أرخص من غيره بصراحة. اليوم 7 لاعبين زائد بلس 1 الرواتب، شفتوا نزلت، يعني ساهم هذا الموضوع بخفض الرواتب، صح ولا؟ صحيح. أنا كنت أفاوض مع أنت بما قاله المستشار أبو ناصر أنه اللعيبة يعني اللي عم يتقاضوه كتير عالي، يعني ما يستاهلون. أو شيء الله يرزق الجميع. لكن فعلا أنت اليوم، أنا بعطيك مثال بسيط جدا، أنا كنت أفاوض أحد اللاعبين اللي عندنا في تجديد عقد قبل سنة، وطلب شو طلب؟ 10-20 قل لي طلب. لا لا لا، كان كنا 5 سنين، طلب 1,400,000 في السنة وشقة وسيارة. وطبعا ما رفضت. جدد بأقل، بما لما صار قرار الـ6 جانب جدد بمبلغ أقل، وطبعا أحد نجوم فريق. اليوم أعتقد أنه المبالغ السابقة وكانت مطلوبة أنت تجيب فيها أجنبي بأرخص في مراحل بكرم، ويؤدي لك شيء أفضل أحيانا. وين في بتحس في مشكلة بالكرة السعودية لازم تتعالج؟ أعتقد تأسيس من الصغر، يعني بس هذا لا 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 لايف ستايل اللاعب من نفسه بكرم. قلت المشكلة عندنا لايف ستايل. أمك تكلمك يا اللاعب أو الواحد أو الشخص، طابخك يا حبيبي لازم تذوق، إذا ما كلت غضب. عرفت؟ وإن كلت انعدمت. أوكي، هذه مشكلة. في مشكلة أخرى؟ أنا أعتقد الإعلام الرياضي الآن صار حبيب. شو السبب إنه صار حبيب؟ والله شوف، أعتقد إن اليوم ما صارت فلتانة الدعوة. يطلع أي واحد تحت مكيف يقولك هذا الرئيس فاسد. بس تعتقد إنك رئيس جيد؟ لا، أتمنى إني أدي اللي أقدر عليه. ليش لا؟ بس مش أنا اللي أنسأل، يعني لا معلش، أنا بسألك أنت. أنا بعرف حالي، مثلا ممكن أتلي عن شغلك، أقول لك إيه، أنا ضمن الظروف المتاحة لي أنا عم أقدم شيء كويس، عمل لا كويس. أنت ما قاعد تقدم شيء كويس، قاعد تقدم شيء رائع. كويس، هذا تواضع. شو اللي شيء بتتمنى يكون متواجد أكثر في إدارتك؟ والله أبو كرم أنا يعني لا، ما عدتوا محتاجين أعضاء شرف، صح؟ لا نحتاجهم فوق رأسنا ومو مقصرين. لا ما بس احتراف وأعضاء شرف بيمشي. والله أبو كرم إحنا سويناها بطريقة أخرى، سويناها زي ممبرشيب. أوكي، اشتراكات. ليش ما بتحب تطلع على التلفزيون؟ هل أنتم ما بتطلعوا لوقت الإنجاز ولا؟ لا بتكلم عن نفسي، ما أحب أطلع كثير لأنه إيش بتقول، بتحرق نفسك. ليش تحرق نفسك؟ أنا بسألك سؤال. هذا اللقاء اللي هلكني. لا والله فوق راسي، هلكني بالله اني اتشرف. عذبني عذاب وانا يقول لي لا ما عارف بعدين توصل لك 100 سنه اللي ما انا اتشرف. هل تعتقد انه الاتفاق، انا بالنسبه لي الاتفاق مثل الهلال مثل الاهلي مثل الاتحاد لانه كنادي جماهيري، لكن هل تعتقد انه جماهيريتكم تنافس هؤلاء الانديه؟ كانت، لكن الان شوي انتم اقل. انا متاكد واثق 100% ان الاتفاق من أكبر الشعبيات في السعودية. رأي كلمة شعبية إنه الناس اللي ما تشجع الشعبية عم تيجي على النادي على الملعب. لا، لكن لما أنا أقول لكم كنا في الدوري الدرجة الأولى كنا حاسين في خطر. كلنا استمرار، لما جينا استلمنا النادي استمرار النادي كان لسنة زيادة في دوري الدرجة الأولى انهيار. كان كل مباراة يحضر لنا 6 و7. الآن وينهم؟ حسب الناس، مشكلة طبيعة البشر حسب بالاطمئنان. خلاص رجع مكان الطبيعي. الناس تقول كان أشوف التلفزيون أفضل، أو النادي بدون جمهوره ما راح يقدر يرجع. حتقدروا تعملوا شيء للجمهور خليه يعيش؟ احنا ابو كرم الشباب قاعدين يشتغلون على one of the best packages حق البطاقه الموسميه، ومع جوائز غير مسبوقه. جوائز؟ اي جوائز. لاني انا ابغى الناس. منين يجيبوا التمويل؟ انترنالي او من الرعاه. طيب هلا حاسالك مجموعه اسئله قصيره بس بدها اجابات سريعه بحيث ما تفكر كثير. سم الله يستر. الله يستر. شو هي نقطة ضعفك كشخص؟ يمكن أبو كرم أني لما أعصب، هذا مشكلة عندي، لما أعصب أحاول أتخذ قرار يكون انفعالي، وهذا خطأ. دائما بيحكوا عن ميثاق شرف، صحيح موجود هذا الحكي؟ موجود نعم، حتى لو مش بورق وقلم. يعني صارت لي أنا في كذا كيس. بس لا، كان بالأول حكي عن ميثاق شرف بس ما كان، هذا كله انكسر ولا حدا التزم فيه ولا حدا سوى. لا، في ناس التزم بكرم، بس أنت الناس تقيس اللي كسر الميثاق يقول لك انت مع وجود ميثاق شرف
في المرحلة السابقة يس. بدون رتوش شو رأيك بمعالي تركيا الأشياء؟ والله أخي بدون رتوش؟ لا لا والله بدون أي رتوش، أقسم بجلال الله ما هو تطبيل ولا هو ضد. أنا الرجل هذا أحبه، يشهد الله علي إني أحبه. رجل وركهوليك، يعمل ما شاء الله تبارك الله بطاقة جبارة.